كان متفاهمين مع بعض يعني. برضو دي اعتقد يعني من وجهة نظري انا هستنى حضرتك تتكلم وبعدين اعلق. لكن السؤال، دايرة التحكيم والحكام مع بعض عندهم مشاكل مع بعض جوه بعض؟ بكل امانة احنا بنتكلم عشان نصلح يعني. حضرتك بتقصد الحكام ولا بره بقى ولا الناس اللي بره؟ الحكام في مصر هنا ما بينهم من بعض، دايرة التحكيم نفسها بيبقى فيها مشاكل مع بعض، فيها بعض النفسيات، الصراعات معينة لرئاسة لجنة، أنا عايز أبقى رئيس اللجنة، فهنخش تعيين الحكام في المباراة ليها حسابات خاصة ما لهاش حسابات خاصة، كل دوت أسئلة. أنا بقول لك يعني بنقل الأسئلة اللي الناس بتسألها، في حسابات خاصة ممكن جدا عين الحكم ده علشان ده ياخد مباراة إكس، ده ياخد مباراة واي، ده دي لها حسابات. الحاجة التانية جوه الاداره، جوه التحكيم نفسه، لا في صراعات علشان انا عايز ابقى اركب باللغه العاميه ان انا اركب ابقى رئيس لجنه التحكيم او اخد بوزيشن. يعني العمليه دي موجوده ولا مش موجوده؟ ولو موجوده، موجوده بنسبه قد ايه؟ تمام يا كابتن، احنا هذا بنتكلم على جزئين، جزء من الحكام انفسهم اللي هم الحكام العاملين حاليا، والجزء الثاني حضرتك تقصد بيه مثلا اللجان، الناس اللي بره اللجنه اللي هم مثلا اللي مش شغالين في اللجنه. اخليك تقول انا هوضح بس ان حضرتك نوضح يعني بالظبط. يعني كلمني على الجوه، الناس اللي جوه شغاله ازاي ما بين الحكام. خليني اقول لك، هو مش بس كابتن هاني مش عندنا في مجال التحكيم، لا في بعض المجالات هتلاقي فيها الكلام ده طبيعي اكيد يعني انت كنت لعيب وعارف التحكيم يعني. هنا دي وظيفه رئيس لجنه الحكام يا كابتن هنا مهمه جدا، رئيس لجنه الحكام بالظبط، او لجنه الحكام بشكل عام. على فكره احنا بنبارك لجنه الحكام تم تشكيلها، وموجود فيها طبعا حكام كبار، كابتن فهيم عمر، كابتن ايمن دجيش، اول مره يخش الحكام عدوة لجنه الحكام عندنا يعني محمد فاروق. اعتقد طبعا مع المجموعه الجميله اللي موجوده كابتن عزب وكابتن وجيه هنقدر نشتغل بشكل افضل. نروح هنا، ده دور لجنه الحكام كابتن، بتتكلم في مهمه يعني نقطه مهمه جدا، ان الحكام ما بتحبش بعض. طب فين دور لجنة الحكام هنا كابتن هاني؟ ما هو انا ده دوري. انت متخيل هناخد المثال على ال 11 لاعب او ال 18 لاعب، لو النهارده 11 ما بيحبوش بعض مش هنأدي بشكل كويس، مش هتطلع منتج كويس طبعا. انا النهارده الكلام ده بيحصل امتى؟ من خلال العداله التحكيميه. العداله التحكيميه نفسر شويه، العداله التحكيميه يعني ايه؟ يعني ادي كل حكم على يعني. بص يا كابتن، العداله التحكيميه اشرحها شويه. انت عندك لاعب كويس او كويس، امكانياته عاليه جدا جدا، ما بيلعبش. اه ما بيلعبش، انت اللاعب ده هيقعد كده ساكت ولا هيبقى زعلان ولا هيبقى فرحان؟ هيبقى زعلان اكيد بطبيعته. طبيعي. والعداله التحكيميه اللي ايه؟ مش هنوصل للعداله قوي، لان دي العداله دي مش عندنا يعني عند ربنا سبحانه وتعالى، هو عنده العدل كله. ولكن عندما تشعر كحكم بالعداله التحكيميه ان انت واخد حقك، وانك انت بتقيم على مستواك الفني والبدني وبتاخد حقك، اكيد هيبقى في رضا، واكيد هيبقى في اللي احنا بنتكلم فيه الحق. ولكن لو العكس، النهارده انا مش واخد حقي، يعني انا مش واخد برضك، انا مجتهد وعندي بدني كويس وفني كويس ما باخدش ماتشات. ومثلا انا بتكلم بشكل عام، احنا بنتكلم في مشاكل وحكم تاني بياخد حقي. العداله دي مهمه جدا، مهمه جدا، هي دي اللي بتعمل مشكله كابتن هاني على فكره. طبعا يعني بتعمل مشاكل ما بين الحكام وبعضها. بالظبط كده، بالظبط كده. فاذا احنا قلنا لجنه الحكام دي دورها مش بس ان هي تعين الحكام وضرب الحكام، لا دورها كمان في دور انك انت تلم حكامك، تلم الحكام كلهم يحبوا بعض كتيم، اللي بينزل يحكم التاني بيبقى يتمنى له ان هو يأدي بشكل كويس طبعا، يبقى في حب. لجنه الحكام ليها دور كبير جدا حتى لو هناك بعض المشاكل. طب في حسابات خاصه لمباريات معينه بحكام معينه؟ دي نقطه يعني، بيبقى في حسابات خاصه مباراه كبيره، مباراه قمه، اهلي واسماعيلي، اهلي وزمالك، بيراميدز اهلي، بيراميدز زمالك، بيبقى ليها حسابات خاصه لحكام معينه بتبقى بالاسم، لا الحكم ده لازم يعني يروح للحته دي. يعني حضرتك بتقصد ان الحكم يطلب ان هو يحكم مباراه ولا اللجنه تحطه في المباراه؟ اللجنه بتحط حكام معينه في مباريات معينه، شوف اسماء هاني معينه يعني، ده للمباراه دي وده للمباراه دي. هكلمك على الفتره اللي انا كنت فيها، بامانه الكلام ده ما كانش عندنا خالص حساباتنا، احنا بنتكلم كنت يعني كل مباراه كابتن هاني ليها ظروفها. طبعا ظروفها ايه؟ هل هي مباراه صعوبه، فيها صعوبه درجه الصعوبه؟ هل المباراه فيها ضغوط؟ هل المباراه الحكم يستحملها كشخصيه حكم؟ ممكن حكم ما يقدرش يستحمل المباراه، ما يستحملش ضغوط المباراه، ممكن حكم ما يقدرش يستحمل الجمهور.
انت زي زي اللعيب يعني بالظبط هو لعيب ممكن فنياته كويسه لكن يعني ما استحملش يعني احنا عندنا حكام كبار يلعب في وسط 60 70 الف متفرج ما عندوش مشكله. في حكام كانت صعب ان هي تلعب في الجو ده. تكريس لكن النهارده عاوز تنجح وانا بتكلم غلط طبيعي طبعا. فانت عندك كل مباراه لابد انك انت تجريس لجنه بتشوف الحكم الافضل ليها ايه وبتحطه كل مباراه يعني. واحنا قلنا طبعا مباراه النادي الاهلي والنادي الزمالك دي يعني خلينا نقول ان دي المباراه اللي احنا دايما بنقول ان هي المباراه الكبيره لابد ان احنا نحط لها افضل حكام عندنا وافضل الحكام من الناحيه الفنيه البدنيه النفسيه. مفيش مقابله كابتن في الكلام ده اصلا يعني. عشان اجامل حكم واحطه في مباراه يبقى انا بضر نفسي، يبقى انا كرئيس لجنه او كراجل بتاع ادانات هضر نفسي طبعا. إذن احنا انا قلت العداله التحكيميه ليه؟ لان احنا بنتكلم في الكلام ده كلنا كنا نفسنا نلعب للنادي الاهلي، احنا كنا حكام طبعا. اللي ما حكمش الاهلي والزمالك ما حكمش، وانا بتكلم بامانه. بس الاهلي والزمالك مش في استاد القاهره، لا على المستوى في بورسعيد في الاسماعيليه في السكندري في الماتشات اللي هي الجامده قوي دي جدا اللي هو بيبقى فيها طبعا. الماتشات دي كان كلنا كنا نتمنى نلعب بنهائي كاس مصر، بس محتاجه شخصيه معينه. بالظبط كده بالظبط كده يعني. احنا محتاج حكم عنده موهبه شخصيه يستحمل الضغوط كلها. نتكلم في ضغوط جماهير وضغوط سوشيال ميديا ومدربين في اجهزه فنيه ولاعيبه في الملعب. دي اللعيبه دي مشكله، ده في لعيبه تعمل لك مشكله من اول ما بتنزل كابتن هاني بتعمل عليك ضغط ضغط ده. طب اذا انت كرئيس لجنه من فضلك المباريات اللي هي كبيره لابد انك انت تختار ليها الحكم الكبير اللي فيه مواصفات كويسة.